أعزائي الطلاب، مرحبا بكم. إن شاء الله بنستكمل مع بعض درس المجهر أو الميكروسكوب. أهم الاختلافات بينه وبين المجهر الضوئي المركب ممكن نلخصها في الآتي. طبعا المجهر الضوئي التشريحي بنستخدمه في فحص العينات الكاملة دون أخذ مقاطع رقيقة أو أنسجة، لكن في المجهر الضوئي المركب بنفحص أو بنستخدمه في فحص الأنسجة والمقاطع الرقيقة. طبعا المجهر الضوئي التشريحي في مصدرين للإضاءة، أحدهما علوي اللي هو المصباح ده، وفي واحد تاني سفلي موجود داخل قاعدة المجهر. وطبعا ممكن أستخدم كل مصباح على حدة أو ممكن أستخدم المصباحين في آن واحد، لكن في المجهر الضوئي المركب عندنا مصباح واحد فقط سفلي موجود في قاعدة المجهر. بالنسبة للعدسات الشيئية، المجهر التشريحي بيحتوي على عدستين شيئيتين فقط بيستخدموا في آن واحد وموجودين داخل هذا الأنبوب. أما المجهر الضوئي المركب فمزود بأربع عدسات شيئية ويمكن استخدام كل منها على حدة. في المجهر الضوئي التشريحي لا يوجد ضابط دقيق، وإنما هو ضابط واحد فقط عند استخدامه بيتم خفض ورفع المجموعة دي كلها. ولكن المجهر الضوئي المركب في عندنا ضابطين، أحدهما ضابط كبير لخفض المسرح ورفعه لمسافات كبيرة، وضابط ناعم أو دقيق بيستخدم في خفض المسرح ورفعه بس بدقة كبيرة علشان أقدر أوضح العينة. قوة تكبير المجهر الضوئي التشريحي لا تزيد عن 28 مرة، ولكن قوة المجهر الضوئي المركب ممكن توصل لألف مرة أو تزيد. في المجهر التشريحي بيتم تحريك الشريحة يدويا لأن ما فيش عندي مسرح متحرك، لكن نتيجة لوجود مسرح متحرك في المجهر الضوئي المركب بقدر أتحكم في حركة الشريحة. طبعا المقطع المصور التالي هيوضح لنا الفروقات بين المجهر الضوئي المركب والمجهر الضوئي التشريحي. أهم الفروقات بين المجهر الضوئي المركب والمجهر الضوئي التشريحي الاستخدام. أولا هذا بيستخدم في فحص الأنسجة والخلايا، لكن المجهر التشريحي بيستخدم في فحص العينات الكاملة. قوة تكبير المجهر الضوئي المركب ممكن تكون 1000 مرة وممكن تزيد توصل ل5000 مرة، لكن هنا قوة التكبير لا تزيد عن 28 مرة فقط. عندي هنا 4 عدسات شيئية ممكن استخدم كل منها على حدة، لكن هنا في المجهر التشريحي عدستين فقط اللي موجودين مدمجين داخل هذه القطعة، ولذلك بضطر ان انا استخدم العدستين في وقت واحد. بالنسبة للمسرح، هذا المسرح في المجهر الضوئي المركب بيحمل مسرح متحرك او مسرح ميكانيكي، وده بيساعدني في عملية الفحص بسهولة، بينما هنا مفيش غير مسرح واحد اللي هو قاعدة المجهر مثبت عليها كليبسين لتثبيت الشريحة بالشكل ده. ايضا من الفروقات ان في عندي هنا في المجهر المركب ضابطين، واحد كبير وواحد صغير بيسهلوا لي عملية ضبط الشريحة وعملية الفحص، لكن هنا في ضابط واحد فقط بيحرك الاجزاء كلها لاعلى ولاسفل بهذا الشكل. آخر فرق عندنا اللي هو مصدر الإضاءة، بيكون في المجهر الضوئي المركب مصدر إضاءة سفلي واحد، لكن في المجهر التشريحي في مصدرين للإضاءة، أحدهما سفلي بالشكل ده كده والآخر علوي هنا. ممكن أستخدم الاثنين في وقت واحد وممكن أستخدم كل واحد منهم على حدة بالشكل ده. بكده نكون وصلنا إلى نهاية درس الميكروسكوب أو المجهر. أرجو أن تكون المعلومات بسيطة وأن أكون قدمته بطريقة واضحة ومبسطة. نراكم إن شاء الله في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.